مشاهدينا حكينا قبل ومنرجع منقول اليوم أي حدا فينا مهما كان مجال عمله قادر يدعم القضية الفلسطينية، يوصل الحقيقة والواقع للعالم العربي وحتى الغربي لحتى يسلط الضوء على الأفعال اللا إنسانية للعدو الغاشم رغم كل المحاولات والشائعات لحتى يخفي هي الجرائم. اليوم ليلى في دور كتير كبير للأدباء للشعراء للكتاب بإيصال رسالتهم حول القضية الفلسطينية إن كان بفكرهم بقلمهم وأفكارهم لحتى يأثروا على الرأي العام العالمي. تماماً هايدي، لأنه أحد أهم أهداف الاحتلال الصهيوني اليوم طمس هي الثقافة، ولازم ننظر للأدب مو مجرد يعني هو سلاح مقاومة، ما هو مجرد قصص أو سرد. لهيك اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا لليوم الأستاذ رياض طبرة، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد كتاب العربي. سعد صباحك وأهلا وسهلا. صباحكم خير. سعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا بوجودك معنا لليوم. يعني أستاذ، الأدب العربي اليوم رافق القضية الفلسطينية من بداياتها ولساته موجود، خلينا هيك بداية نحكي عن دور الأدب بترسيخ دور المقاومة. قضية فلسطين مضى عليها نحو 70 عاما، وهي قضية وجدان. نعم. وضمير، لكن بكل أسف هذا الوجدان وهذا الضمير مغيبين منذ زمن بعيد. الضمير العالمي والوجدان العالمي يتحسس لأقل مسألة إذا اتصلت الأمور بالعدو، أما إذا اتصلت بالعرب شعوبا وقبائل وخاصة فلسطين فإن هذا الضمير يموت أو يأخذ إجازة، وكذلك الوجدان، إلا على قل ما يعني يكون الأمر عكس ما أقول وأتمنى. والسبب في ذلك باعتقادي أن العرب، النظام الرسمي العربي هو المسؤول عن عدم امتلاك القوة التي تفرض الاحترام. هذا العالم لا يؤمن إلا بالقوة، ويحتاج إلى من يمتلك هذه القوة حتى يأخذ دوره. لعب الأدب منذ البداية، منذ النكبة، دور أخلاقي ومثالي. يعني عندما صرخ بشار الخوري مثلا: يا فلسطين التي كدنا لمن كابدته من أسن، ننسى أسانا نحن يا أخت على العهد الذي قد رضعناه من المهدي كلانا، شرف للموت أن نطعمه أنفسا جبارة تأبى الهوان. لاحظي كأنه عم يحكي مع أخته، لأنه قضية إنسانية، قضية تشتيت شعب بكامله يطرد من أرضه، من ذكرياته، من أملاكه، من تاريخه، من هويته. كل الشعوب تمتلك هوية إلا شعبنا امتلك هويته في قتاله، في محاربته للعدو، في محاربته للمستعمر. هذه الصرخات في البداية شكلت شيء من يعني التعاطف العام العربي، هز الضمير العربي هزا كاملا. حتى جاء إبراهيم طوقان وقال قصيدته الشهيرة: عبس الخطب فابتسم وطغى الهول فاقتحم. صورة الفداء رسمنا كحل، يعني طريق يجب علينا أن نسلكه، وسلك شعبنا وقدم من التضحيات ما لا يقدمه شعب. يعني إذا قارنا شعبنا العربي الفلسطيني في أي دولة، في أي تجربة في العالم، حتى شعوب فيتنام ويعني اللي ممكن لها شعوب متحررة ممكن لها كل احترام، لكن لم يقدموا، لم يتعرضوا لحجم الظلم الذي تعرض له شعبنا العربي الفلسطيني بكل مآسي. تمام، يعني أدب القضية هو سلاح للمقاومة. خلينا نحكي أكثر عن حضور القضية الفلسطينية بالذاكرة الأدبية وأيضا الوجدانية. بكر يعني القضية الفلسطينية شكلت الهاجس الأساسي للأدب العربي شعرا، ولا سيما في الجيل الأول وفي الرعيل الأول من شعراء: كريم الكرمي، حسن البحيري، نصر جوزي، يعني هؤلاء الذين يحضروني. وفعل في مجال الرواية: إميل حبيبي، رشاد أبو شاور، حسن حميد، إلى آخره من كتاب الرواية. وفي مجال القصة أيضا شكلت القضية الفلسطينية بكل مفرداتها، بكل مفردات الألم ومفردات النصر، لأنه في محطات لابد أنه شعبنا عندما يقاوم هو ينتصر، عندما يعني يقهر العدو كقهره في طوفان الأقصى يكون للأدب دور مميز، دور المفتخر، دور اللي عم بيسلط أضواء. من هون أقول أن الأدب رافق على نحو كبير الحدث الفلسطيني يوما بيوم منذ النكبة وحتى الآن. حتى صارت كلمة نكبة هي حكر على فلسطين، كلمة الشتات هي
أيضا حكر على الشعب الفلسطيني. يعني إحنا لدينا مصطلحات لا تمس أحد أو تتعلق بأحد أكثر ما تتعلق بشعبنا العربي الفلسطيني. تمام، والكلمة هي مثل الرصاصة بوجه الاحتلال الصهيوني. أستاذ رياض، خلينا نحكي عن أهمية وقوف قلم المبدع لجانب بندقية المقاومة. خلينا نحكي عن دور المثقف اليوم اللي بينتمي لقضايا مجتمعه. المثقف اليوم على الرغم من قساوة الواقع والمشهد بشكل عام يعني الثقافي، وانتو زميلات إلنا اعلاميات وصحفيات عم تتابعوا الحدث مثلنا، ما نحن هناك حاله من العزوف عن الثقافه، خلينا يعني نكون واضحين يعني. لكن الامل دائما معقود على الكلمه. قصيده ممكن تهز وجدان امه بكاملها، واضرب على مثالا على ذلك عندما قال ابراهيم اليازجي في القرن 19: تنبهوا واستفيقوا ايها العرب، فقد طم الخطب حتى غاصت الركب. وما أحوجنا أيضا لهذا البيت ولهذه القصيدة الآن، وكأننا يعني منذ 150 عام لم نتقدم خطوة، لازلنا الخطر يحيط بنا. وهذه الكلمة وزعت منشور، قصيدة صارت منشور في الدولة العثمانية. الآن يعني أملنا كبير بالأدباء بالشعراء بكل مثقف أن يقول كلمة صادقة. الكلمة الصادقة الوفية اليوم هي جزء متراكم من أسلحة وليس من سلاح واحد، يقوم على تنوع السلاح. إحنا إذا تطلب الأمر ممكن نقاتل، إحنا إذا تطلب الأمر ممكن نفاوض، إحنا إذا تطلب الأمر ممكن يعني نفضح، نعري، نقول لهذا العالم تعوا شاهدوا أطفال يعني غزة بآلاف الأطفال، شلال من الدماء، سيل من الدماء يسيل، والضمير العالمي لا. طبعا لا يعني لا استطيع ان امس الشعوب، مقدر وعمل عظيم ما نشاهده على التلفاز من يعني نهضة أوروبية وجدانية وفيها شيء من الصحوة، لانه 100,000 تظاهروا في فرنسا. هذا موقف يجب ان نكرر، هذا ضمير الشعب، هذا ضمير الإنسان الحي الذي لم يعد يستطيع أن يتحمل ما يعاني هذا الشعب. صحيح. أطفال ودماء أطفال غزة لعنة لهؤلاء القادة الذين ليسوا قادة. لو كان في قادة في هذا العالم لما تركوا غزة. تمام. تدخل الشهر الثاني في عملية ذبح وإبادة جماعية. المطلوب الآن من كل مثقف ومن كل صاحب كلمة ومن كل صاحب حرف أن يكتب ولو كلمة واحدة يقول بكفي، ارفعوا أيديكم عن غزة. هذا شعب يدمر، البنى كل البنى تدمر، حتى المشافي لم تسلم، الكنيسة لم تسلم، الجامع ما سلم، المستشفى. شو ضل يعني من تعريفات الهمجية. نعم. أن الحرب لا تفرق بين أي مكان، كل الأمكنة لديها مباح للأسف. خلينا نحكي أستاذ اليوم عن دور الأدباء الشباب من هذا الحدث المفصلي عبر معركة طوفان الأقصى. باعتقادي الحدث الآن في العالم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وبسبب التلفزيون ودوركم الرائع كإعلاميين عم يكون سابق للأدب. يعني ليس بإمكاني أن أتبارز أنا كقاص أو كروائي أو كشاعر حتى مع زميلتي اللي بدها تقدم الخبر. صحيح. هي تقدم بالصوت والصورة، أنا لابد أني تختمر عندي الأشياء حتى أختار الشكل الأمثل الذي يعطي الحدث ما يستحق، ثم أقدمه بشكل المناسب في التوقيت المناسب. الحدث اليوم يسبقنا جميعاً، حتى يسبق الإعلام. يعني بين نشرة أخبار ونشرة أخبار يأتي خبر مصور ومتلفز وموجه، أنت فقط عم بتقوم بعملية البث. لابد من أن يظل لنا الدور الأهم وهو صناعة ذاكرة التاريخ. هذا الذي يحدث يجب أن لا ينسى، يجب أن يتعلم منه الكبير والصغير وكل شرائح المجتمع وكل مكونات الشعب وكل شعوب الأرض. نحن علينا الآن تسجيل ذاكرة، تدوين ذاكرة. قديش مهم نوثقه للأجيال القادمة. والمهم كثير الآن لما منشوفهم قبل 100 عام لأهلنا
كيف عانوا من الجوع والكوليرا والطاعون وإلى آخره. تماما. يأتينا بالكورونا في قبل سنتين فتتلاصق الصور وتتقارب وكأنه هالمئة سنة كأنها ما مرت ورجعنا عانينا من الكمامة ومن أشياء كثيرة. طيب الآن هذه التغريبة الفلسطينية مضى عليها 70 سنة. نعم. الآن تعود غزة للهجرة للمرة العاشرة يمكن. أكثر من مرة حصل أنه حاولوا وسعوا لدمار غزة ولتهجير غزة. غزة يعني ليست خاصرة وليست شوكة. غزة قلعة. قلعة بكل معنى القلاع. ما فعلته المقاومة في غزة أذهل الإسرائيلي والأمريكي معا وجعلهم يفكوا 1000 مرة بكل حساباتهم وعليهم أن يعيدوا حساباتهم. هم الآن يتخبطون لم يجدوا إلا القوة في الرد. لكن عليهم أن يتذكروا تماما أن هذا الشعب لن يقهر. الشعب الذي استطاع من 2016 تقريبا 17 حتى الآن يعد خنادق تحت الأرض ليصل إلى الإسرائيلي ليختطف أسرى في الإسرائيليين يبادل فيهم ولا يحل. لأنه ملف الأسرى الفلسطينيين ملف ضاغط على غزة علينا كلياتنا كعرب على كل الإنسانية. آلاف عشرات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين في الأسرى معظمهم فتح على فكرة يعني مو بس حماس يعني بغض النظر عن التفاصيل. هؤلاء بيحتاجين خطوة. توسعت الخطوة وحدث ما حدث. الآن مطلوب منا دائما وضع الحقائق وتدوين ذاكرة تستحقها الأجيال القادمة. أكيد. خلينا نحكي كمان من بدأ عملية طوفان الأقصى صار في طوفان سوري طوفان عربي بمختلف الدول العربية والأجنبية دعم للقضية الفلسطينية وأهلنا بفلسطين واستنكارا لهي الجرائم. وحضرتكم اليوم ضمن اتحاد الكتاب العرب نظمت وقفات تضامنية. خلينا نحكي عن أهمية هاي الوقفات اليوم لحتى نأثر أكثر ونضغط على الرأي العام العالمي. امبارح مساء يعني سافر بالسلامة رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني إلى القاهرة. مؤتمر استثنائي للأمانة اجتماع استثنائي للأمانة العامة للأدباء والكتاب العرب في القاهرة اليوم يعقد وغدا. وهو يعني بضم معظم الأقطار العربية ونتمنى على جميع زملائنا في الأقطار وفي الفروع أن تلتقي في الأمانة العامة. بالنسبة لنا كاتحاد قدمنا بعض الواجب وأقول يعني بكل صراحة مهما قدمنا لم يعني نوفي الواجب كما يجب. بيانات وزعت وحقائق يعني اعتمدنا حقائق الواقع كما حصلت في بداية الطوفان أرسلناها إلى معظم المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية ذات الطابع الإنساني البحت يعني. وأوضحنا موقفنا ككتاب أنه هذا شعب بده يتعرض لإبادة نتيجة هذا الأمر. وضعنا هذه الحقائق أمام هذا الاتصال بالعالم الخارجي الاتصال بزملائنا في الساحة العربية بتعرفهم وكل الأنظمة العربية قادرة أو بتتحمل كلمة فلسطين حتى صارت فلسطين صعبة عليهم يعني مو بس يعني العمل من أجل القضية الفلسطينية حتى كلمات يعني المساندة التقليدية اللي كنا مفكرينها عادية اليوم في أصوات نشاز أصوات يعني ما بحب أنا أستخدم أكثر من هاي الكلمة تهين نضال وكفاح شعبنا الفلسطيني. يعني حتى الأقصى ما عاد أقصى وحتى الفلسطيني ما له حق بأي شيء بفلسطين. أصوات بكل أسف تصدر من المناطق اللي ما بتنذكر. لذلك أقول يعني نحن وقفنا على هذا الصعيد العربي الصعيد الدولي تواصلنا أيضا فروعنا في كل المحافظات. طبعا كل فرع عمل وقفة يعني وخصص نشاط أدبي ثقافي شعر وقصة يعني الأجناس الأدبية تضامنا مع شعبنا. هذا ما نملك الآن لا نستطيع أن نملك يعني سوى ذلك. وفي الحقيقة يعني قد لا أبوح بسر يعني أن اتحادنا حتى ساهم ماليا إن شاء الله يصل لأصحابه في دعم نضال شعبنا. تمام أستاذ. يعني اليوم للهوية العربية حفاظ على الهوية العربية أهمية كبيرة وأظهر فعاليتها. كيف استطاع اليوم الأدب المقاومة الحفاظ على هاي الهوية؟ الهوية العربية صارت مستهدفة
تماماً. مثل ما كانت قبل عام 1913، وهذا يعني بين قوسين توقيت، لما صرخ ثابت العريسي أنا عربي قبل أي صيغة أخرى. هاي الكلمة اللي نحن بنلفظها هاي كانت تكلفه راسه، بيقطع راسه اللي بيقول أنا عربي. الآن الهوية القومية تتعرض لنفس الاستهداف، ما بدون عروبة، بدون أي هوية، تخذي أي هوية ملكيها ها، بس لا تملكي هوية عربية. العروبة خطر على 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 فكرهم، على تاريخهم، على حضارتهم، على كل شيء بتصوروه. هذا العداء للعرب ليس من فراغ، هو نتيجة مخاوف قديمة بأنه العرب ينتصروا مرة ثانية عبر التاريخ ويقيموا إمبراطوريتهم اللي كانت دمشق في الأموية يعني حاكم العالم، واللي كانت بغداد العباسية. هذا عاجزهم هم هكذا يعني. وهنا أريد أن أشير إلى مسألة طلعت عليها مؤخرا. أقل الشعوب في العالم اللي اضطهدت اليهود هم العرب، وأكثر ديار ارتاحوا فيها اليهود هي ديار العربية، ولا سيما في الأندلس. مع ذلك ناهزون العداء بطريقة لا إنسانية ولا بتمط للبشرية بصلة، وما زال منذ 70 عام وهم يقتلون في شعبنا ويشردونهم ويذيقونهم مذاقات اللجوء. العروبة هوية مستهدفة، ردنا الطبيعي والأساس بالتأكيد عليها، ولن نقبل بأي هوية أخرى غير الهوية العربية. هذا قدرنا، ولو كان في اللجوء إلى هويات أخرى ما يبقينا على الأقل على قيد الوجود لا قبلنا وناقشنا الأمر، لكن ليس هناك من هوية جامعة إلى هذا الوطن الكبير، إلى هذه الأمة اللي يفترض تكون خير أمة أخرجت للناس، يفترض أن نتمسك بها. صحيح. تمام أستاذ رياض، خلينا نحكي عن نشاطاتكم اليوم ضمن اتحاد الكتاب العرب. شو هي المحاضرات، الندوات، الملتقيات اليوم اللي عم تكون موجودة لتدعم المقاومة الفلسطينية؟ باعتقادي منذ شهر يعني تقريبا كل كلماتنا توجهت، سواء بمنشوراتنا، بصحفنا، بمجلاتنا الإلكترونية والورقية، كلها توجهت الكلمة إلى طوفان الأقصى. أنا رئيس تحرير مجلة الفكر السياسي، عددي الخاص عما حدث في الكلية الحربية من مأساة، من مجزرة أدناها جميعا، مستنا جميعا، اعتبرناها نقطة الغدر اللئيمة. ربطنا الأمر ثاني يوم بالطوفان، طوفان القدس، ما حصل هنا وما حصل وما حصل، والعدو تقريبا متشابك مترابط، لكن جبهة الحلفاء مش هيك لا. فخصصنا الكلمة من ذلك الوقت إلى الآن لتمجيد البطولة في فلسطين، لفضح وتعرية الموقف الدولي الذي انحاز على نحو غير مسبوق. كانت أوروبا تزعم على الأقل أنها مع حقوق الشعب الفلسطيني، غابت فلسطين وغاب كل شيء، وبدأوا بإعلان دولي رباعي بيضمنوا وبيعطوا غطاء كامل لإسرائيل فعلي مشيئتي، وهي الآن يعني ما زالت تفعل ما تشاء. باقي الأجناس الأدبية، الشعر، القصة، الرواية، الندوات، الأمسيات، كلها في الاتجاه نفسه. نستضيف واستضفنا أكثر من نشاط عربي، جاءت بشرى خليل من لبنان، وجاء سميح خريس من الأردن، وجاء أكثر من شخصية، رشاد أبو شاور من الأراضي المحتلة، جاءوا أمورات سوداني رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين، جاءوا وعقدت أكثر من ندوة بهذا الاتجاه ولهذه الغاية. والتوجه دائما لدينا لإبقاء يعني لإبقاء المشهد الثقافي يعيش تفاصيل الحدث الفلسطيني، ونتمنى أن نكون قد أوصلنا شيئا من الرسالة الملقاة علينا. تمام، يعني مثل ما دور الأدب دور كل شخص من مكان عمله أنه يرسخ
ويوصل رسالته، رسالة المحبة لهي القضية الفلسطينية. قديش شفنا وقفات تضامنية بكل المجالات حتى بالمدارس، يعني قديش هذا معنه حلو ومهم نحن عم نرسخ هذا الشيء للأجيال القادمة. حتى كتير شفنا مشاهد يعني أنه لطلاب مدارس صغار عم يطلعوا عم يعملوا وقفات تضامنية، أكيد هذا بإشراف المدرسين والكادر التدريسي، لكن قديش أهميته لهذا الشيء؟ كثير كثير مهم. أنا ما زالت ذاكرتي يعني ملأة بأعطر الوقفات مع شعب الجزائر. أنا أذكر لما انطلقت الثورة الجزائرية في كان موقفنا معها يعني موقف ما زلنا للآن نفخر بأنه كانت قضية الجزائر قضية كل سوري، وكذلك القضية الفلسطينية، وكذلك قضية لبنان، وكذلك قضية اليمن. قضايانا العربية يعني بكل أسف المأساوية كبيرة، وتعاضدنا وتعاطفنا نحن كأجيال يعني متقدمة شوي بالعمر يعني، بس مو كثير يعني ما عادي يعني، فملأ ذاكرتنا بوقفات عربية تضامنية. الوقف اليوم بالنسبة للطفل هو جزء من تربيته الوطنية والقومية، أيضا شعوبنا العربية أو الشعب العربي في كل بقاع، حتى شعوب الأرض تعاطفت مع السوريين، تعاطفت مع الطوفان السوري، تعاطفت مع المأساة السورية، واستنكروا كثيرا مما حصل في سوريا. لا يعني ليست صورة قاتمة إلى هذا الحد، لكن عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني أجزم أن الظلم هو الواقع، والسبب معروف أن العدو الإسرائيلي يسيطر على الإعلام ويسيطر على القادة، هذول اللي مسميين قادة بهذا الزمن الرديء عم يدفعهم لهذا الموقف. صحيح. أقول جازما أن الوقفة التضامنية هي جزء أساسي من تربيتنا الوطنية والقومية لأجيالنا. أكيد. يعني بالختام الأستاذ رياض طبري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العربي، يعني الحديث يطول عن القضية الفلسطينية وعن دوركم كأدباء اليوم بدعم هي القضية، مشكورة جهودكم ورسالتكم الإنسانية. أهلا وسهلا، وشكرا لكم بالإخبارية باعتبار هي أول مرة أنا بجي. أهلا وسهلا فيك، نورت ومشكورة جهودكم أستاذ، وإن شاء الله يا رب هيك بنطلع بلقاءات ثانية وكنا عم نحكي عن النصر الفلسطيني. شكرا كثير لك. إن شاء الله.